أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. بل جبت موضوع وموضوع مهم بزاف، يعني في مدينة الجديدة على مساحة الخضراء. هذا راه يعني موضوع اللي هو سبحان الله اللي ما عمرني سمعت انا شي جمعيه بيئيه ولا هذه تكلم على المنطقه الخضراء في الجديده. مفتقده من شحال هذه، يعني انا كاينه عندنا منطقه خضراء في الجديده هي حديقه محمد الخامس، كتعرض هي للتهميش، هذه الاولى. ثاني هذه المنطقه اللي حنا فيها اللي هي غادي تكون فيها واحد المنطقه خضراء، كنتمنى لهاد الساكنه اللي هنا كتعجب السكان، يعني فيها يعني اكتظاظ ديال الساكنه، فيها اغلبيه ديال السكن اقتصادي، يعني الحمد لله لقاو هاد الناس هاد الساكنه هنايا. كنتمنى تكون شي فضاء في عباره على واحات جميله اللي تزيد الجماليه ديال المدينه، لان دابا هاد المنطقه منتكضه في السكان، وكنتمنى الناس يعني المسؤولين ينوضوا بهادي. انا اليوم جيت لهنا تفاجات بهاد، زعما الصراحه انا كائن من مدينه الجديده شفت هذا المكان، وملي سولت بعض الاخوه قالوا لي غادي تكون منطقه خضراء. انا حاليا كنحس بشي حاجه تزادت اضافه، وكنشكر هاد الناس، وكنتمنى لهاد الناس دابا اللي كاينين ولا هاد الباشا اللي جا جديد يحاول ياخذ من الاولويات ديالو في نشاطات العمل ديالو، ياخذ بهاد المنطقه اللي غادي تكون منطقه خضراء، لان هاد المنطقه هنا يعني تكون فيها منتجع ديال الاطفال. راك عرفتوا جديده راه تفتقد لي بحال هاد الفضاءات الخضراء. راه اش غادي نقول لكم، ما ان جديده راه عندنا الحمد لله موارد الكبيره وكبيره بزاف، كالجرف الاصفر الحمد لله، واغنى منطقه عندنا يا جماعه مولى عبد الله انتم كتعرفوها، ولكن هاد الناس خاصهم ياخذوا بعين الاعتبار بان راه هاد البلاصه فيها عدد كبير ديال الاقامات اللي هما يعني معروفين بالسكن الاقتصادي، راك عرفتوهم، يعني هنا ضروري هذا الفضاء. وكنتمنى هذه الرساله اللي توصل باش تكون هذا الفضاء يعني يخرج الوجود، هذا هو اللي كنتمناه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.